شريف حازم خلاص الاهلي بيخلص، وشريف حازم قريبا جدا يعني نقدر نقول الامر شبه محسوم. نروح لاحمد يحيى وكيل اللاعب عبد الله سيسيه، يعني نتعرف منه على كل الكواليس الاخيره، لان عبد الله سيسيه الخبر كنت لسه ادخل في اخبار الزمالك، عبد الله سيسيه اللي انا اعرفه ان هو النهارده ماشي وهيرجع بعد رجوع الزمالك من السودان او فريق الزمالك من السودان. كابتن احمد مساء الخير. ايه الاخبار عامل ايه؟ تمام الحمد لله، كل الامور مشيت تمام. انا امبارح كنت سامع اشاعات كده بالليل غريبه جدا، وقال لك ده مش هينفع ينتقل من الاتحاد الليبي ومش هيسيبوه وياخد الفلوس ويلعب ازاي في الزمالك وهو لسه على ذمه الاتحاد الليبي. سمعت الكلام ده امبارح بالليل؟ لا طب ما هو كابتن خلي بالك، هو يعني نفس الكلام ده هو اللي حصل وعبد الله مشي من الزمالك. اه يعني الاسباب دلوقتي اللي عبد الله بيفسخ بيها عقده اقوى بكتير جدا من اللي خليته فسخ عقده مع الزمالك. ايوه مظبوط، فسخ عقده مع الزمالك فلوس بس. لان هو دلوقتي بلد فيها حرب يقعد فيها ازاي؟ الطيران واقف، مفيش اي حد كده يقعد ازاي؟ اه يعني مفيش اي مسؤول عاقل في الفيفا يقول له لا انت لازم تقعد في الـ. اكيد اكيد، لا لا يعني هو موقفه صعب جدا انه يكمل اكيد في ليبيا واي لاعب على فكره. فانضمامه للزمالك محسوم، قول لي يعني، يعني الحمد لله كل الامور مشيت تمام؟ اه الحمد لله. اصعب مفاوضات في العالم دي. اصعب مفاوضات في العالم. ليه بقى يا احمد؟ احنا 48 ساعه ايه يا احمد؟ بيبقى لنا 48 ساعة متواصل بنتفاوض معاه. ليه؟ لا هو انت عارف يا كابتن القصة بتاعت اللي حصل معاه في الزمالك قبل كده عامل له أزمة شوية. اه. وبعدين عشان نخلص الموضوع حتى هو في التليفون خلي بالك القصة كلها كان هو عاوز يخلي الموضوع ماشي عروض رايحة، وجاي الكابتن أحمد سليمان طبعا أصر إنه يجي، قال إن هو القصة مش هتتحل طبعا بقصة التليفونات دي خالص. وكان هو ده الحل السحري بصراحه اللي حل الموضوع يعني. ان هو يجي مصر. اه طبعا احنا هنا يعني انت متخيل واحد هنا وقعدنا يومين كاملين بنتفاوض معاه. ايه يعني ايه اكتر حاجه؟ حته الفلوس، ان هو مثلا عايز يامن نفسه من قصه الفلوس اللي هو اتوجع منها قبل كده مثلا؟ طبعا عنده جزء من الثقه مفقود يعني من اللي حصل له قبل كده. عشان انت تغير له بقى فهمه، لا النادي دلوقتي الامور مختلفه والناس كويسه الموضوع بياخد وقت، ما هو مش بالكلام. الاداره نفسها اتغيرت. بالظبط. هو لا الكابتن احمد سليمان بص لعب دور كبير جدا في القصه دي. ومستر مرتضى، ويعني القصه برضو الموضوع خد وقت. كلام على فكره اقول لك على حاجه، هو دلوقتي راجل مش مصري ومش قاعد هنا، فمش فاهم الظروف، عشان هيقول لك ما انا قبل كده سمعت كلام، ما قالوا لي خد فلوس وما خدتش. واخد بالك؟ وبعدين هو القصه عشان تقول له بقى تعالى ولا ده الناس كويسين عشان يقتنع بالكلام ده خد وقت طويل قوي. اه عبال ما اقتنع. اه بالظبط. وبعدين هو انت عارف عنده اثنين محامين، فكل الورق بيبصوا عليه وكل، وانت عاوز تصفي المشكله القديمه نعمل ورق ونبعت للمحامين يبصوا ويرجعوا لنا ونعدل قصه الموضوع طول شويه. امن نفسه اهم حاجه يعني. امن نفسه نادي الزمالك امن نفسه برضه الاثنين يعني. والزمالك امن نفسه. طب قول لي يعني في نهايه الامر يا احمد، الموضوع خلاص يعني 400,000 دولار زي ما انا سمعت في السنه الواحده. اه تمام كده كده 400,000 دولار. اه ولو 290 هيتم جدولتهم على 3 مواسم. اه بالظبط كده. يعني نقدر نقول ان السنه واقفه ب 500,000 دولار. هو كان بياخد المبلغ ده قبل كده خلي بالك في الزمالك. اه وبياخد المبلغ ده في ليبيا السنه. طب قول لي بعد ما انتهى الاتفاق ووقع عبد الله سيسيه لنادي الزمالك نهائيا ورسميا، قول لي انطباعاته ايه؟ يعني هو حاسس بايه دلوقتي؟ لا هو بص يا كابتن، هو مبسوط طبعا ان هو جاي هنا. هو كان عنده على فكره عرض من قطر وعرض ثاني من الامارات وهو ما رضيش. يعني وجود الكابتن حسام حسن كان عامل كبير برضه في الموضوع. اه هو لعبه هنا قبل كده والناس عارفاه، مسهل عليه الامر شويه. بيحب مصر مثلا؟ مش هو يعني بص الناس دي القصه بالنسبه لها احتراف مش فارقه معاه. طيب يعني حسام حسن من اهم الاسباب اللي خلته يمضي في الزمالك مع يعني بصراحه حسام حسن والكابتن احمد سليمان. كابتن احمد سليمان يعني اقول لك كابتن حسن عمل مجهود والله في الموضوع ده جامد جدا يعني. تمام تمام جميل. هو كابتن احمد سليمان تعب جدا السنه دي في الصفقات للامانه يعني. عمل صفقات تاريخيه. صفقات تاريخيه. طيب عبد الله السيد يعني هو انا شايف ان الزمالك السنه دي كابتن احمد عمل صفقات ما عملش قبل كده صفقات بالقوه دي. كل اللعيبه كويسه يعني، جابوا احسن لعيبه في مصر كويسه كان ينفع تمشي من انديتها جابوها. اه
يعني هو في كلام بقى كتير ان بيقول لك في ثلاث لعيبه ماشيين، مش عارف انت جوه قريب من الكواليس، انت عارف انت القصه دي بقى يا كابتن حسام بقى اكيد مش عرفت انا دي. ماشي مش 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 هوقعك في الكلام عشان عارف انت بتعرف حاجات كتير دلوقتي عشان انت موجود جوه النادي، فانت عارف مين قاعد ومين ماشي. انا في كل حته وانا اعرف حاجه. طيب ماشي ابو حميد، هو مسافر النهارده عبد الله السيسي؟ هو سافر خلاص، سافر اوريدي الفجر. اه سافر النهارده الفجر، هيرجع امتى؟ يوم 24 ان شاء الله. يوم 24 الاسبوع الجاي يعني بعد رجوع الزمالك من السودان ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد وكل التوفيق لعبد الله السيسي مع نادي الزمالك. عندنا اسماء